ساعة قليلة ينتظرها مستخدمو التطبيقات المرئية والمسموعة لبدء تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة. حيث أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ عادل أبو حامد أن هذا القرار يأتي تماشيا مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أن الاعتماد على إيرادات البيانات هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة انتهاجا. أضاف أيضا بأن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات، وهي فيس تايم وسناب شات وسكايب، وكذلك تطبيق لاين وتليجرام وتانجو وغيرها من التطبيقات، فيما لم ينطبق القرار على التطبيقات المحدودة جدا غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية. خالد، طبعا إن شاء الله من المتوقع الساعة 12 منتصف الليلة سيتم رفع الحظر عن تطبيقات المكالمات المسموعة والمرئية المستوفية لشروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإذن الله تعالى. بالفعل، إذن محمد حتى يجهز الاتصال احنا راح يكون معنا بإذن الله المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات، ولمزيد أيضا من التوضيح راح يكون معنا بإذن الله الأستاذ عادل أبو حامد. إذن جاهز الاتصال محمد. طيب، لمزيد من المعلومات عن آلية تطبيق القرار ينضم إلينا هاتفيا المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ عادل أبو حامد. حياك الله أستاذ عادل. الله يحييك، يا أهلا وسهلا، شكرا لكم على يعني التطرق لهذا الموضوع. واجبنا، ونيابة عن منسوبي شبكة المجد نبارك لك تعيينك متحدث الرسمية للهيئة، وكل التوفيق إن شاء الله تعالى في هذه المهمة. بداية أبدأ معك بالسؤال عن المتطلبات التنظيمية التي يجب على التطبيقات أن تتخذها حتى تندرج ضمن قرار رفع الحجب. جميل جدا، خليني لو تسمح لي بس في البداية يعني أؤكد أن هذا القرار يأتي تماشيا مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. أيضا من وراء هذا القرار يتم الاعتماد على أقصد الإيرادات المالية لشركات الاتصالات من خلال البيانات التي تقدم من الخدمات الأخرى في الإنترنت، بدلا من الاعتماد بشكل كامل وكلي على المكالمات الصوتية. هذا بالتأكيد هو مسار عالمي الذي يعني خليني أقول لك يجدر بكل المشغلين وشركات الاتصال في المملكة أن يكون نهجها. احنا في الهيئة نعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح كافة مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات اللي تلبي تطلع وترضي حاجة كل مستخدم، وأؤكد أن احنا نعمل في الهيئة مع شركائنا شركات الاتصالات على أكمل وجه لخدمة المستخدمين. بالنسبة لسؤالك في موضوع نوعية المتطلبات التنظيمية، أؤكد أن الهيئة في يعني منذ فترة طويلة وحتى هذه اللحظة تعمل وتبذل جهد كبير في موضوع رفع الحجب عن هذه التطبيقات. هناك تنظيمات جدا مهمة وهي تخدم يعني المستخدمين، من أهمها لابد أن يكون هناك وضوح في آلية وإجراءات التعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين في المملكة، أقصد في التطبيقات التي سيرفع عنها الحجب والتي تخدم الاتصال المرئي والصوتي. أيضا تقوم أو يقوم مقدم هذه التطبيقات بإبداء الاستعداد للتعاون مع الهيئة لمعالجة الحالات الطارئة، أيضا إزالة أي محتوى يعتبر مخالف للأنظمة في المملكة العربية السعودية. من ضمن التنظيمات يعني الاستعداد لتوفير إمكانية إجراء المكالمات في حالات الطوارئ، هذا بالتأكيد يعني جزء بسيط من ضمن التنظيمات هي بالنهاية تتعلق بمصالح مستخدمي الاتصالات بشكل عام. أستاذ عادل، ممكن الكثير يعني استبشر بهذا القرار وفرح وسعد، لكن ربما يعني في تخوفات كثيرة عن أسعار باقات البيانات أنها ممكن ترتفع، ما تعليقك على هذا؟ أولا يا عزيزي، الهيئة وجهت برفع الحجب عن التطبيقات التي استوفت المتطلبات التنظيمية دون حاجة لتوفير باقات محددة. وبخصوص مدى تأثير هذا القرار على أسعار باقات البيانات، أنا أؤكد أن انخفاض أسعار الباقات أو ارتفاعها هو يخضع للمنافسة بين مقدم الخدمة ونوعية وجودة الخدمات المقدمة.
أنا أكرر أنه أن يتم الاعتماد في الإيرادات المالية على البيانات والخدمات المضافة من خلال استخدام الإنترنت هو الأهم في مسألة الإيرادات، وبالتالي ستقوم الشركات بمواكبة سوق الاتصالات العالمي ويقدمون جودة عالية ويقدمون إنترنت بخدمات مضافة. وخلاص الاتصالات يعني تعتبر مسألة جانبية، أقصد إجراء الاتصالات تعتبر مسألة جانبية ليست مهمة في مسألة عملية الإيرادات بالشكل اللي جالس يصير الحين. تمام سيد عادل، طيب بشكل سريع جدا وقبل أن نختم معك، في حال إن شاء الله استوفت بعض الشركات المشغلة لتطبيقات أخرى شروط التنظيمية الخاصة بالهيئة في المملكة، هل من الممكن أنه تحدث قائمة التطبيقات المرفوع عنها الحجب، أو بمعنى آخر يمكن التطبيق العالمي الأشهر والمحلي أيضا واتساب؟ شوف يا عزيزي، هذا سؤال جميل. خليني أقول لك أنه آلية عمل التنظيمات هذه تخضع يعني تغيرات كثيرة، تعرف الأحداث تحصل بشكل يومي. صحيح. فكل ما أستجد شيء إحنا في الهيئة نجد أنه من مصلحة المستخدم نفرض هذا التنظيم. فلو افترضنا أنه مثلا إحدى التطبيقات مثلا ما أبدت استعداد أو حاجة، لا سيتم التواصل معها، و يعني فرض هذه التنظيمات اللي هي من مصلحتنا احنا كلنا على يعني في 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 مساله استخدام التطبيقات. واضح واضح. اذا الاستاذ عادل ابو حامد شكرا جزيلا. اذا تسمح لي، هل في وقت اضيف نقطه؟ تفضل تفضل. تاكيد. طيب انت ممكن تسالني يعني في حال استمراريه الحجب ايش ممكن يكون الضرر؟ نعم. يعني لما تتمكن الهيئه من دورها الحالي الذي يواكب التنميه اللي تشهد المملكه العربيه السعوديه. صحيح. ونحن جميعا في الطريق الى رؤيه 2030. صحيح. من ابسط حقوق المستخدمين ان يمارس حقه في الاتصال المرئي والمسموع مجانا، يعني لا يكون في رسوم. لكن في حال استمراريه الحجب، مع الاسف الشديد أن عدد كبير من المستخدمين قاموا بالتوجه إلى الطرق الغير نظامية أو الغير شرعية لكسر هذا الحجز، وبالتالي ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه تعرضت بياناتهم، لأنه استخدم تطبيق تشفير يعني يكسر الحجز، فتعرضت بياناتهم للسرقة، وصلت معلوماتهم إلى أماكن مع الأسف الشديد قد يتم الاستغلال استغلالها بشكل سلبي، تعرضت بياناتهم البنكية إلى السرقة. بعض المستخدمين بسبب كسر هذا الحجز والدخول في مواقع غير نظامية أنه يتعرض أو يدخل في مواقع لا أخلاقية أو مخلة بالآداب، فبالتالي رفع الحجب هو من أبسط حقوق المستخدمين يمارس حقه في الاتصال المرئي والمسموع مثل غيره يعني من بلا شك. الدول العالم. واضح. إذن الأستاذ عادل أبو حامد شكرا جزيلا لكرم مداخلتك، وأنت المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك.